الحلقة السابقة قدمنا لكم الجزء الأول من ألعاب رعب مميزة، يمكنكم مشاهدتها من هنا. اليوم عدنا لكم بالجزء الثاني من ألعاب رعب مميزة أيضاً. أهلاً في أبتكار. ونكمل مع اللعبة السادسة سلندريا إكس. في هذه اللعبة ستلعب دور سجين في قلعة كبيرة يبحث عن مفر له للهروب. يجب عليك التجول بشكل سري وبدون إحداث أي صوت في القلعة، والبحث عن مفتاح الباب بهدوء، وذلك من أجل عدم إيقاظ صاحب القلعة الشرير، بالإضافة أنه يجب عليك الحذر أيضاً من حيوانات صاحب القلعة المخيفة. يمكنك تجربة اللعبة مجاناً بالكامل مع وجود إعلانات بداخلها على أندرويد فقط. تابعاً The School White Day، تدور قصة هذه اللعبة حول شاب قام بالتسلل إلى مدرسة ثانوية مساءً ليقدم هدية لصديقته قبل الوايت داي، والذي هو أشبه بعيد الحب في الدول الأسيوية، إلا أنه في رمشة عين تتحول المدرسة إلى مبنى مهجور يحيط به الأشباح والجن والأرواح الشريرة. اللعبة هي إصدار جديد من لعبة سطح المكتب White Day A Labyrinth Named School، والشيء الجميل في اللعبة أنها تتوفر على 7 نهايات مختلفة، وطريقة لعبك لها هي التي تختار أي نهاية ستكون من مصيرك. يمكنك تجربتها مجاناً مع مشتريات بداخلها لكل من أندرويد وآي أو إس. ثامناً سلندرمان هايد أند سيك أونلاين. المثير في هذه اللعبة أنه على خلاف الألعاب السابقة فهي تقبل اللعب الجماعي. يجب أن يلعب واحد دور سلندرمان، والآخرين يجب عليهم لعب دور الطلاب الذين يحاولون البقاء على قيد الحياة. يجب على الطلاب أن يقوموا بجمع الدمى الخاصة بسلندرمان قبل أن يقبض عليهم، والعكس صحيح. اللعبة تتميز بأماكن مخيفة كالغابات، المباني المهجورة، بالإضافة إلى التأثيرات، الصوت وجو الرعب الذي يضيف لمسة الاحتراف للعبة. يمكنك تجربتها مجاناً مع مشتريات بداخلها لكل من أندرويد وآي أو إس. تاسعاً ديسترنت بوكيت بيكسل هورر. دعنا نأخذ فاصل قصير من الألعاب الكبيرة والتي تتطلب مواصفات عالية لتشغيلها، فهذه اللعبة يمكنك تشغيلها حتى وإن كانت تتوفر على نصف جيجا بايت من الرام على هاتفك. هي لعبة رعب بسيطة تحمل رسوميات 2D، من السهل التحكم بها، وعلى خلاف ألعاب الرعب الأخرى فهذه اللعبة لا تحتاج إلى موسيقى تثير خوفك، بل هي تعتمد أكثر على الرسومات المثيرة للاهتمام والقصص المريبة، الشيء الذي جعلها تحمل أكثر من 1,000,000 مرة على جوجل بلاي وتأخذ تقييم يصل إلى 4.9. اللعبة مجانية مع مشتريات بداخلها لأندرويد وآي أو إس. أخيراً The Monster، هي لعبة متاهات ثلاثية الأبعاد تحمل طابع الرعب. يجب عليك الخروج من المتاهة قبل أن يعثر عليك الوحش ويقضي عليك. اللعبة تتميز بتعدد المراحل وتنوع أماكن المتاهات، بالإضافة إلى سهولة التحكم، ودون أن ننسى الموسيقى التأثيرات الصوتية المرعبة. يمكنك تجربة اللعبة مجاناً مع مشتريات بداخلها على أندرويد. انتهينا من عرض الألعاب، الروابط تجدونها أسفل الفيديو. نلقاكم الأربعاء القادم مع حلقة جديدة مع ألعاب وتطبيقات جديدة. إلى اللقاء.